الحلقة 11، أول يوم دراسي لباربي وأخواتها. هيا فلنبتدأ. وقبل أن نبدأ الفيديو أصحى على القطعة الطويلة طويلة طويلة، رجعتكم بعد أسبوع. أوكي، وحبيت أقول لكم بعد شيء، سويت تغييرات حدها في بيت باربي، واليوم راح أوريكم أني ما راح أسوي التغييرات في بيت باربي حلقة، أو أقول لكم راح أسوي حلقة، فستي تون. وأكيد الحين أنتم راح تشوفون يعني تغييرات مع التصوير. وبس يلا نبدأ. ما هذا الإزعاج؟ كيف الساعة؟ يا إلهنا، الساعة 6:30 فيجب أن أستيقظ أخواتي لأنه أول يوم دراسي لهم. يا إلهي، أولا سوف أذهب للسكيبر. يا إلهي، لقد تأخرنا. سكيبر قومي. ماذا؟ قومي سكيبر، ناو أول يوم دراسي لكم. هيا. حسنا باربي، قومي يا سكيبر. ماذا؟ حسنا وأنت نائمة، قومي. حسنا هيا روحي للحمام. دوروا ستيسي لأنها تحت. ستيسي شاطرة، تقوم في دقائق. ستيسي عزيزتي، ستيسي. ماذا باربي؟ هيا قومي. حسنا، قلت لكم أن ستيسي جيدة. حان دور الصغار. لماذا هنا شلسي؟ أين كريسي؟ بالطبع على الكرسي. قلت لكم كريسي قومي، هاي اليوم أول يوم مدرسة لك. أنا أحب المدرسة. شلسي هيا قومي. ماذا؟ مدرسة. بما أنهم قاموا الآن سوف أذهب وأحضر الأكل. أحسن، سوف أفتح الثلاجة، سوف أضع لي تشيلسي وكريسي الساندويتش، وستيسي تحب الكورن فليكس وعصير البرتغال، وسكيبر تحب الصوص والبانكيك. حسنا، سوف أطلع الصحون من فوق. لا أريد هذا، أريد الأكبر. أنا لا أريد أي شيء. حسنا، الآن سوف أحضره على الطاولة. هيا الفتيات لا تتأخرون. هيا، إذا تأخرتم على المدرسة من أول يوم ربما يطردونكم. نعم، لا تستغربون. هيا يا ستيسي، هيا يا سكيبر، هيا يا شلسي، هيا يا كريسي. حسنا باربي، سوف نأتي. قد نسيت ماذا أحضر لكريسي. تشيلسي تحب هذا، سوف أحضر لكريسي بعض من الدوناتس. حسنا، وأكواب لتشيلسي وكريسي. حسنا فتيات، أنا حضرت الأكل، إذا تريدون أن تأتون وتأكلون أنا سوف أنتظركم في الصالة لتخلصوا. أنا انتهيت. أين أكلي؟ أنت يا ستيسي، أنت سوف تأكلين الكورن فليكس. يمي، إنني أحبه أعرف. أين أنا؟ كريسي، أنت الدونتس. ياي، أنا أنت الساندويتش، أحب الساندويتش. أنا أنت البانكيكس. يمي، أحب البانكيكس لكن لا أحب المدرسة. بالمدرسة حلوة، أصمتي. وبعد انتهاء عائلة باربي من الطعام، لقد شبعت. شيلي صحنك، ولا أقول أنا سوف أنظف. حسنا، تعالي واجلسي معي حتى يخلصون أخواتك. حسنا باربي، أتيت. هل أنت مستمتعة أنه أول يوم؟ نعم، أنا ليس مستمتعة. نحن مستمتعات. حسنا، بما أنكم كلكم خلصتم لا تريدون الشنط وهكذا؟ لا، أول يوم لا يحتاجون الشنط. حسنا جيد، هيا اذهبوا إلى السيارة. نحن سوف نذهب أولاً. أنا أحب المدرسة. المدرسة أحلى شيء. تلعبين وتتعلمين. لكن سكيبر غبية، لا تحب المدرسة. أي سيارة؟ سيارتي. جيد.
سيارة باربي ضيقة، ستيسي سوف تجلس معنا وسوف تضيق السيارة أكثر. سمعت اسمي. نعم قلت أنك أنت تضيقين السيارة علينا. لفاز في حظك إذا قلت هذا عني. لا يهم، لأن باربي الآن سوف تأتي وتصمت تضربك. هيا فتيات سوف نذهب. انتظرك صمتي. هيا بنا فتيات لا شجار من أول يوم مدرسة. حسنا. لقد وصلنا. ياي أول يوم مدرسة وصلنا. وهم فأذهب إلى الصف. توك 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 تفضلوا. أهلا آنسة. أهلا آنسة. أو أهلا فتيات، هل أنت شلسي؟ نعم أنا شلسي وهذه أختي كريسي الغبية. أليست غبية؟ هيا لا تتشاجرون، أنتم صغار وأنتم جميلات. أنا جميل ليست هم. حسنا أنتم الاثنان، هيا نبتدئ بالتعلم. سوف أنزل. أين معلمتي الحمقاء؟ أنا هنا حبيبتي. أو أهلا معلمة. أهلا، كيف حالك يا سكيبر؟ نعم أنا بخير ولكن ليس معلمتي. أين صديقاتي؟ أنهم سوف يأتون بعد قليل. صديقتي معك في الصف روبنزل. ماذا؟ نعم روبنزل. أهلا. أهلا يا عزيزتي روبنزل، كيف حالك؟ نعم بخير. أهلا معلمة. أهلا يا روبنزل، الحمد لله أنك في صفي. سوف أذهب إلى صفي. سوف أجلس. أهلا معلمة. أو أهلا عزيزتي معلمة، هل من أحد معايا في الصف؟ بلى هناك بنت اسمها أميلي معك في الصف. حقا؟ نعم. أهلا. أهلا ستيسي. أميلي لقد اشتقت إليك، أحبك. يس أنت معايا السنة كلها. هيا نتعلم. ألم نحن بأننا لقد صار أصبح أول يوم، سوف نتعلم. فقط سوف نرسم، تفضلوا بالرسم. حسناً، بما أني فتيات أول يوم سوف فقط أعلمكم الأرقام. قولوا واحد واحد، اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة ستة، سبعة ثمانية ثمانية، تسعة تسعة، عشرة. شطار. حسناً الآن تقدرون أن تلونون وتفعلون ما تشاءون. حسناً فتيات يا سكيبر وأمل أقصد روبنزل، إذا بما أنكم أول يوم سوف تلعبون قليلا. ياي ليس ياي بل يك. حسنا سكيبر هيا خذوا هذه الأوراق وابتدوا بالتلوين، أنا سوف أجلس هنا. وبس هذه كانت نهاية الحلقة، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا لايك كومنت شير سبسكرايب، وأحبكم وايد. إذا تبون حلقة ثانية اكتبوا في الكومنت وباي.